السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض باقي لعبة برازل، وزي ما قلنا قبل كده بتتلعب بفردين. اللعبة جميلة جدا بصراحة، فيها عالم كده ولعبها سهل جدا، ما فيهاش اوبشنات كتير ومش معقدة خالص. ودي البنت اللي انقذناها المرة اللي فاتت. محمدان رابع. هي داهي؟ ما بي هي. انا ماشي خلاص. خلي اتحكم في الصوت. تمام كده. لازم تمشي. لا لا، انت اللي بتعوم بقى صح ولا انا؟ انا اللي بجد. الدم بتاع ال انت عشان تلف كده اعمل ايه؟ دي عروسة بحر دي؟ وحش. الله، دي سمكة، السمكة السحرية دي؟ ايوه. الله، صدلها ايه ده؟ هي بحاول. لا ما ينفعش دلوقتي خاطر المفروض امشي من الفندق الصغنون ده. عندي انا بمشي كده، انت بتمشي كده اهو. بص انا بمشي كده. ايوه كده. اوه الله، شكل التلج تحفه. والست دي موتراني. المهم ان احنا هربنا من السمك، فكرت هتطلع تاكلنا، او هي لسه هتطلع تاكلنا لانها تحت. ايه ولا ايه؟ اجري 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 اجري. واحدة تانية، حاجة حلوة. احنا
المفروض تخش في الهيكل العظمي ده. لا ده انت بتقصداني بقى. هرابة اجا انا بعدله لسه. طب احنا دخلنا وانا لازم اوصلها لحد جوه ولا ايه؟ انزلي يا عليا. لازم ازعق فيها؟ قلت تعالي هنا. الطاقة هتكسر اهو وبيزحلق وبيزحلق. خلي بالك تعالى كده. اسف عايز تموتني. ايه ايه ده منشار؟ طب ايه او انت الشجر دي هتقع على دماغها على فكره. اصلها جايه كده وهو بيقطعها كده. الحمد لله مجتش على دماغها. عايزانا نقطع لهناك. ايه ده المنشار ده تقيل لي كده؟ جاية؟ وسعني. خبر مرتفعات مرتفعات يعني. انتي خطفانة ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في رويشيا. ايوه ناسي. نزلي اعمل ايه هنا؟ رويشيا كانوا بيضربوا حاجة على فكرة واتجمدوا هما بيضربوها. في رويشيا
ابع. بص انا مش عايزه ايه. اه باب، تعالى هنرفعه ونفتحه. ده بواب، بوابة قصر، اكيد في حاجة هنا هتفتح اهو. عربية، يلا بينا اهو. زيو هنقتل الناس. هنروح ليه وفي كده مجمدين اهو. حط تلجة هتخش. ايه نطت. يلا افتحوا الباب بقى عشان ايه عندكم ايه. وانا ايوه يلا. افتح يا ولد. الناحية التانية على فكرة مش تنين. ايه ده؟ ده مش مرئي، ده غول مش مرئي. شفتوا حاجة حلوة؟ ارقض. طب ايه فيا ارقض؟ البت دي ملهاش عايزة بتسحم الدنيا. دور على حته هنط فوق. عدي عدي ولا ايه؟ انا اللي عدي. لا لا مش راضي. ايوه. طب والبت هسيبها هنا احسن ياكل. مت منتحرة. هو كله من البت دي. البت دي مخمشاني. اديها اصبر. خاي الحق على فكرة. ايوه بس هي نطة غريبة جدا شفتها. يكون وحش معاهم دي. ايه اشمعنى هي نطت النطة دي وانا الوحش؟ مستخبى مستخبى. عمل. طب هو كده مش هيقفشني؟ مشي غرفة داية. ايه؟ عايزة ايه تاني؟ كايلة؟ هتشدنا بالماسورة زي ما كنا بنروح ناحية تانية. اهو هنستخبى هنا على فكرة تاني. فكري ازاي؟ رايح فين الصخور الصغير؟ كان هيقرمه. طب ايه فينا؟ شبع كده ولا ايه؟ مش عارفة. لا اصل هي جري. خدي هنا. عمالة تجري وتسيبنا رهيبة. استعي! وحشنا؟ اجري 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 اجري
معاكي بعدين. برم. اها انا بادي مايا. لا لا بلاش الحاجات دي. انا وجعني. امشي هيتا. ابا ما تعمل نفسها صاحبتي بقى، وهي لسه كانت بتجري من شويه وسابتني للوحش عادي. عماله تنط بس وعامله فيها خفاش. يا عيني الواد الصغير يئس. الله شكله حلو قوي. بص هيا نطلع فوق الجبل. هي كده ودتنا عند الشجرة. الشجرة بتاعت ابويا اللي هتعالجه. ما ودتنيش. مايا. ايه تيا لله. هتحبسنا جوه؟ تا نا تيا ما يلا نايا يلا. على فكرة انا مش فاهمه بيقولوا ايه، بس انا اظن ان هو بيقول له الطريق مش من هنا والطريق من الناحية التانية. مشيش كده. هتحبسنا صح؟ لا دخلت. شفت ظلمناها. والله ولا انا. ايه شجرة ايه؟ ولا دي مش شجرة ولا ايه؟ هما بقالهم ماشي مش ماشي تخون في سالي كده. شجرة هي ناس. لا دي مش شجرة. ده عريق. عريق. دي وحش. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه الجو السوسوسو دي؟ هي عنكبوت؟ دي ربطتنا حطيناها في شرنقة. الف ازاي كده يعني؟ مايا لا اغمى عليه. مش راضي نقطعه يعني. جرب احمد. اجري بقى اجري. شكلها غريب قوي. ايوه لا يا ايه ده؟
عايز تخلص مني كمان، تكون انت اللي دخلتنا نارين ده. كومو يا سيبي انت وحشة. ما يا جعانة مش بتاكل جاموسة ليه؟ انا كمان بتحول. قوموا يا عطي. لا اي اهو مش معنى تكون اتكلك انت نص مطون. No, 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 no.
شايفيني مضروب على اللي انتوا بتعملوه فيا ده؟ نايا الشجرة اهي. بابكو قاعدة ما فيها، جبت العلاج لابويا قبل ما قتلتني. يا ابني تضربها بسرعة ها؟ تشيل هتشكني. ايوه مهم انت، مهم انا. في ورد سحري ولا قطر سحري؟ اكلوني اكلوني يمكن اخف. انا اديني وردة، اديني وردة من الورد اللي بيلمع ده. ناي ما في ليتا مالي لاوا اي بالي لا إذا استدعوا لاوا دي لاوا لاوا نايه. طب املاها املاها وهاتها يمكن اما اشربها خف. تايا إلي لاوا يا بسرعة ما تتأخرش عشان ما موتش. الله الشجرة جميلة. انت كده هتموتني على فكرة. مش عارف بسرعة. ايه انت ماشي كده صح؟
تديني الزعزوعة التانية؟ مش عارف بدل انت مش ماشي صح. ممكن تكون الزعزوعة التانية دي. كمل كمل. مش راضي؟ غريبة. مش قادرة امشي خالص. ايه هما يقتلونا تاني؟ مش ملاحظين ان انا عيانة؟ الشجرة وصلنا عند الشجرة. شجرة مفيهاش موز ولا فيها حاجة. تمام تمام بسرعة بقى. هنا هنا كده مفيش كده. ماشي. ده في حبل في النص المفروض بتنط عليه ولا حاجة؟ بس كأنك بتمسك على الحبل ده. والله مبيمسكوش اهو. ايه
ماشي ماشي انت مش عارفه بقى. يا اخيرا ينبوع الحياه. املأ ستين بقى. انت لسه هتلعب؟ ايه ده؟ دي مالية واحدة، دي كرواتة ملاش الاسال اخرها. طريق مختصر. يلا معينا. مات مات نايا مات. هلا نايا تعالي يا باب. انت تأخرت عنك يا عفو. مات مفيش امل. انا مت. عارف بقى؟ اه طبعا طبعا. اه قتلتني؟ عايز تجري؟ ايه ده؟ دي روحي؟ انا ما بفهمش على طول. لو انا حطيت المكان اي مكان بسرعه راح بره الوش. يلا اقل ما فيها بط في مكان حلو شكله. انت عملت لي اه؟ يمكن اقوم تاني. طيب اصبروا شوية. تاكك بصباعك عصو. يعني الواد مش هين عليه ومشي تاتا تاتا وانت عايزه يوصل بسرعة. ولا استنى. طب ما تشدش بسرعة. شد واحدة واحدة. لا لا يمكن اقوم. استنى بس. حرام عليكم. Thank you.
حط لي وردة. طيب وردة من اللي بتنور دي. بتعمل ايه؟ انت بترمي التراب؟ طب استنى هات لي وردة، هات وردة او اديني فرصة، اديني فرصة يمكن اقوم. نزل التراب على وشي يا رب ياكلك عفريت ده. مش عايز تنط نطتين تحتفل؟ نط اقف نط على الحفرة وقعد دبدب كده ها واحتفل. وخد بقى وردة من اللي بتنور دي عشان عيني كانت فيها ومعرفتش اخد واحدة. عشان معلش عليه يضرب العنكبوت بذمة. اركب يا ابن المحظوظة. وصلتك لحد البلد. عشان المطر ما مطرت فهتقف في اي حته. لا شكرا بقى، روحتك ببلاش. كأنها جابتك على الضفة التانية بتاعت البيت صح؟ خلاص قررت توصل من غيري، قررت توصل من غيري. ده بيخاف من الميه، ما بيعرفش يعوم، هو بيخاف منها عشان مامته. ما هي مامته مشجع دلوقتي من غيري. ايوه
عوف. مش راضي يقف. انا على فكرة عوف. انا برضو انا طبعا اوصلت خطر. طب ايه وانا اللي حطيتلك ايدي انا برضو؟ طب انا مش موجودة احط ايدي ازاي؟ ميه اهو انا حطيت ايدي. نط بقى او مش عارف. خلاص وصلت. نروح ادي البابا الدواء بقى وعرف ان العنكبوت اتقتلت. هاي دعتي انت السبب يا ركلي شرير ذهبة. الراجل ابو شعر ابيض ده ما سالش عني فين حد. صدق خالص مني. قاعد جنب الطوب قاعد بيفتكرني واحنا بنحدف الطوب سوا. بس اطلع فوق بقى. وبعدين بابا فين؟ بابا خف ولا كان موجود في الارض ولا ايه؟ مش كفايه ما ادتنيش ورده من اللي كانوا بيلمعوا؟ بابا خف اقل ما فيه وعامل لي ضريح جنب ماما. خلاص كده اعتقد دي اخر النهايه، نهايه اللعبه. العنكبوت قتلتني. ها خليكوا فاكرين بقى. ايوه طبعا شباب. وكده خلصت اللعبة. اتمنى تكون عجبتكم لانها عجبتنا بصراحة. نقابلكم في لعبة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.